جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الزي الإسلامي الصحيح للمرأة حسب ما ورد في الشرع الحنيف، علما بأنه كما يقول لا يوجد في قريتهم حتى الآن امرأة منقبة. جزاكم الله خيرا. الزي الصحيح للمرأة هو ما يسترها وليس فيه فتنة للرجال، يعني يكون ضافيا على جسمها يستر جميع جسمها، وأن يكون ساترا بحيث لا يكون شفافا، وأن يكون واسعا وفضفاضا لا يكون ضيقا، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج من البيت لئلا تحصل الفتنة ولفت الأنظار. هذه صفات الزي الإسلامي للمرأة، وألا يكون فيه تشبه بالكافرات بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يكون فيه تشبه بالرجال، يعني يكون خاصا بالنساء، ليس فيه تشبه بالرجال قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.